عدد 6. آل كبير نهاد الرديني، اضغطوا جرس الانذار واشتركوا في قناة التي أحدثت طفرة نوعية في الفرقة الشعبية. تحاول هنا وهناك، هنا وهناك اللمسة وعملية الدوران يسددوا، لكن بيد حارس المرمى. هذه الدقائق آل كبير يحاولون الرقم 7 عبوسي، لكن هي لحباشة خرجت، خرجت وحاولت هنا وهناك الابداع عملي عن طريق قاسم، هنا وهناك عن طريق 7 علي حاتم. الله الله يسلم، يحاولون لكن هي الكبير ابو عبود الحاضر بهذه الكره البدراوي فريق من الله العارضه تتدخل وتتعباشة. حباشة راح يسدد كره، جميل كبير من جمهورنا الرياضي الذي يتابع هذا البأس وعملية المهارة لهذا الفتى الذهبي، لهذا الفتى الحاضر في هذه الكرة. حاولون هنا وهناك، الله ولكن خطأ لمرة تسبب الكرة. حباشة يحاول في هذه الدقائق، الله عباس البدراوي يخطب الكرة ويحاول مرة أخرى هنا وهناك، لكن الدقائق يسددون ولا حاضرين اليوم جمهورنا الرياضي المتابع لهذا اللقاء الحاضر في هذه الدقائق الجميلة في هذه المرحبا مرة أخرى هنا وهناك. وزيرو للفريق التحرير، نعم 3 فارس. الله على نور الشهيلي، يا الشهيلي نور طريقك وعندما تظلم الكرة، ولكن نور يستطيع الإيراد. نعم نور الشهيلي سدد أول كرة لفريق السلام، السلام في هذه الكرة جاك لطفرة نوعية في ملعب أسود الرافدين، ولكن مرة أخرى إلى حارس المرمى الكبيرة من الفرق الحاضر. الله نور 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 يا ولد نور، ويقولون عندما يشتد الظلام، ولكن نور عندما تظلم أوراقك فتستطيع أن ترى الإرادة عن طريق نور الشهيلي. نور بالثنائية، نور بتتعي الحاضر يا نور الشهيلي في كرة ثانية للطياء. دعوة للإبداع صادق فخري حاضر، ويقول الزعيم حاضرين اليوم. عباس البدراوي يحاول، البدراوي مرة أخرى. الله يا ولد يا ولد، أكبر من عقلك، أكبر من عقلك يا ولد. الشوط الأول لتقدم فريق السلام بثلاثة أهداف 0 لفريق التحرير. لعل الكبير علي رزاق يجري التبديلات. تحاول الفرص بين الكبير، الله استلامات هنا وهناك بحاضرين بجمهورنا الرياضي الذي يتابع، لكن يسددها علي حاتم. علي حاتم الجمهور من كرة حباشة، الأصفر ناوي، الأصفر ناوي على تسجيل الكرة، على تسجيل المباراة. يحاولون أن يصطادوا هدف، يصطادوا متعة وسيرة ذاتية للفريق الكبير. الله 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 كبير كبير عن طريق علي حاتم. نظرة عباس البدراوي تسلل الكرة، سدد الكرة لكن مرة أخرى علي حاتم، علي حاتم مرة أخرى. الله دخلت ولا لا؟ لا لم. هذه المباراة عباس البدراوي ضيع ضيع. الجميل الحاضر بتنظيم هذه البطولة بالجندي المجهول هذه المايسترو. الله يسدد علي حاتم مرة أخرى عن طريق احتياط من جسر ديالة. البدراوي البدراوي يبدع مرة أخرى، ولكن هجمة المرتدى يقول حسين علاء مرة أخرى. الله الله هذه هدف، هذه هدف، هذه هدف مرة أخرى. حسين علاء تأخر، تأخر في الموعد، تأخر في الغرام، تأخر في السبات. يحاولون هنا وهناك، يحاول علي حاتم في هذه الدقائق. علي حاتم يسدد الكرة. الله الكبير علي حاتم على الكرة، علي رزاق هنا وهناك الكبير الحاضر. الله تحاول الفرص 3-1 نتيجة مقلقة. عباس البدراوي يحاول في هذا الكرة، نعم كارت أصفر على رقم 25 قاسم، ينظر بالانحيف. عندك واحد غلط، يهو تحاول هنا للفريق الكبير، نعم الفريق
الجميل في هذه المباراة. الله أبو الكيان مو اللواء الثاني لفريق نهايات كبيرة لكن حاول ما شاء الله صنع الكرة مستحيلة لا 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 عدنا جميلة الفرص نعم لنور الشيء من الجميل من عباس عند القبر مرة أخرى ابتسمت الكرة لنور حال هنا وهناك الفرص الهدف الكبير هدف الثالث هل يكون للفريق الحاضر هل يقلب الطاولة هل لركلة الهدف الذهبي مرة أخرى حسين علي علي عودة مرة أخرى ضاعت ضاعت عشرين الله استلامات مرة أخرى دخلت ولا لا كادت تدخل وثلاثة دقائق ثلاثة دقائق في عمر البشر لا شيء ولكن في عمر اللاعبين أشياء وأشياء نعم ثلاثة دقائق هل تكون كبيرة في هدف ذهب الله الله مرة أخرى أنهاها ولكن سلام العتيابي مرة أخرى الله حباشا أنهى كل شيء نعم حباشا قاش الرايع صاحب الهدف الذهبي الذي قتل زمام المباراة وقتل صمام الفريق عباس فحاول بهذه الكرة حباشا مرة أخرى يحاولون هنا وهناك الله تدخل العارضة تتعاطف العارضة مرة أخرى يحاولون هنا وهناك الله يوفرون بعض الجميلة نعم أربعة لثان للفريق الجميل التحرير كانت حاضرة في مباراة افتتاح بطولة الراحل عمو ضابط لا تنتهي لكن المتعة في المباراة الثانية بين اتحاد النسور وفريق الكبير صفر جو